بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي الموحد عندنا 10 ديال التعديلات اللي هي أساسية وجوهرية اللي ممكن يعني بطبيعة الحال المذكرة عندكم يعني فيها يعني مادة بمادة وتفصيلات فيها والمقترحات ديالنا، ولكن بصفة عامة القانون الأسري ديالنا في المغرب كيفاش بغيناه يكون هي هاد 10 منطلقات أو 10 نقط أو 10 تعديلات اللي الأول اعتبار مبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة بوصلة أساسية في أي تعديل يطال مدونة الأسرة. التعديل الثاني وسمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وملائمة القوانين الوطنية معها، لأن مازال عندنا واحد مجموعة ديال القوانين ما عندها علاقة بالمرجعية الدولية وما عندها علاقة بما جاء به الدستور، يعني الملائمة خصها تكون في كل القوانين لأن كل القوانين الخاصة بالنساء يطالها الميز كثيرة، العمال المنزليين، القانون 62-17 ديال الاستفادة من أراضي الجموع، القانون الجنائي، يعني كل القوانين خصها تعديلات، القانون 103-13 كذلك. ثالثا إلغاء التمييز بين النساء والرجال وجعل الأسرة تحت مسؤولية الزوجين، لأن هذه مسؤولية الزوجين كنلقاوها في المادة الأربعة، ولكن من بعد كل هذا التمييز يعني في مجموعة ديال المواد اللي جات من بعد. المساواة بين الأطفال البيولوجيين والمتكفل بهم لحمايتهم من الهشاشة ورفع التمييز عنهم وإنصافهم وإنصافهن، لأن كاين ميز وحنا كنعرفوا أن المغرب موقع على اتفاقية حقوق الطفل ولكن يمارس كذلك الميز في مدونة الأسرة وهذا واضح وباين. خامسا اعتماد الاجتهادات الفقهية الرامية إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة. سادسا الاستفادة من الاجتهادات القضائية التي أنصفت العديد من النساء والرجال بسبب غموض بعض مواد مدونة الأسرة، وهنايا أحيلكم على الحكم اللي كان صدر في طنجة للأسف الشديد تلغى اللي فيه ثبوت البنوة واللي يعتمد على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وقانون الالتزامات والعهود واللي تلغى من بعد واللي كلف القاضي واحد زجر. سادسا الاستفادة قلت سابعا تقنين العرف الخاص بالكد والسعاية وجعل وكذلك هذاك حق الشقة اللي كان في الشمال وجعله قاعدة قانونية لتقاسم الممتلكات بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وهذا توا كيشكل يعني الجانب ديال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء هذا فيه واحد الحيف كبير لأن أكثرية ديال القضايا كتحرم منها النساء بعد واحد يعني حياة زوجية اللي هي طويلة في الأخير ما كيكونش الاستفادة ديال النساء. ثامنا وضع قواعد قانونية موحدة بين مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، يعني القانون الجنائي، القانون الخاص بالعاملات والعمال المنزليين، قانون محاربة العنف ضد النساء، قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مدونة الشغل، قانون الحماية الاجتماعية وقانون الجنسية، مدونة التجارة، لأن هذه القوانين كلها مازال فيها حيف. نعطي بعض الأمثلة، مثلا مي كنقولوا راه في مدونة الأسرة فيها تحديد سن الزواج في 18 سنة، ولكن كنجيو القانون العمال المنزليين راه فيه 16 سنة تشغيل الطفلات، وهذا راه كيشكل واحد التعارض بين القوانين، المفروض أن يكون واحد الخيط ناظم بين هذه القوانين كاملة. تاسعا إلغاء العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بالنفقة والطرد من بيت الزوجية وتعويضهما بعقوبات بديلة وتفعيل صندوق الرعاية، لأن هذاك الصندوق لحد الآن لم يخرج إلى حيز الوجود، وكنشوفوا أن كاينة معاناة كبيرة ديال عدد من النساء اللي كيبقاو يعني عندهم أطفال وما خداماتش وكيبقاو تابعين هذيك النفقة اللي ما عمر قدر الرجل كاع يسافر لبلاصة أخرى وما كتعرفش حتى فين ساكن، وكيبقاو هذوك الأطفال عرضة للتشرد هما والأم. إدراج العقوبات الخاصة بين طرفي الزواج في مدونة الأسرة. بالإضافة إلى أننا احنا في الحزب الاشتراكي الموحد نولي اهتمام كبير للتعليم، وفي هذا الباب هذا ارتأينا أننا يعني من بين التعديلات اللي قمنا بها على المادة 54 ديال مدونة الأسرة بهذا الخصوص زدنا إضافات أخرى بخصوص التعليم اللي هي مهمة جدا كنعتبروها مهمة والمتعلقة بالأطفال المتكفل بهم والآباء
يعني الأطفال المتكفل بهم، وهذه الإضافة هذه كنعتبروها مهمة، المفروض أن زعما تخذ بعين الاعتبار في التعديلات اللي قدمنا. إذا إلا بغينا نهضروا بصفة عامة، ملي كنهضروا على الحقوق المدنية للنساء فهي كتعرفوا حيفا كبيرا كما ذكرت في الأول، جميع القوانين خصها يعني مراجعة، خصها تعديلات تكون في مستوى ما نعيشه في الواقع، وفي مستوى أن النساء أصبحنا ماشي أصبحنا هما كانوا، ولكن دابا بان أن المفروض علينا كدولة مغربية أن تكون تعديلات اللي هي جذرية في جميع القوانين، تكون تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القوانين، باش كنكونوا أنا ذاك يعني كنحترموا ما وقعنا عليه وما صادقنا عليه من معاهدات دولية، وكذلك لإنصاف يعني المرأة المغربية بصفة عامة. وشكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.